تصاميم أمينة معادي المفضلة لدى النجمات. أمينة موادي اسم لمع كثير في الفترة الأخيرة بعالم الموضة، عملت ريفولوشن بموضة الأحذية وصارت تصاميمها هي المفضلة عند المشاهير، غيرت كثير بترند الأحذية واتبعها الكثير من المصممين من بعدها. فمين هي أمينة وشو اللي بيميزها؟ تنحدر أمينة من أصول عربية، أب أردني وأم رومانية. بدأت طريقها بمجال الموضة بعد ما أكملت دراستها الجامعية بهالمجال بميلانو، ومن بعدها اشتغلت مع مجلة جي كيو في نيويورك، بس شغفها بالتصميم دفعها لأنها تنتقل لتعيش بإيطاليا، واشتغلت بدار ألكساندر فوتييه لما أطلقت خط للأحذية، لتنتقل من بعدها لتحقق حلمها الأساسي وهي إنشاء علامتها الخاصة أمينة موادي شوز واللي أطلقتها بال 2018. سر نجاح أمينة هو ترجمتها للأنوثة والثقة والجرأة من خلال الأحذية، وغير اهتمامها بالجودة فاختيارها لباريس ليكون موقعها الرئيسي وإيطاليا للتصنيع، الشيء اللي ثبت العلامة بمستوى رفيع وصارت بين هاي أند ديزاينرز. وكان أول تعاون إلها مع ريانا، بس أطلقوا مجموعة فنتي باي أمينة موادي، المجموعة كانت سولد أوت فور إطلاقها رغم تزامنها مع البانداميك. وريانا كثير صرحت أنه أمينة هي مصممة الأحذية المفضلة عندها. هل تعاون ما بينهم كان السبب بأنهم حصلوا على الجائزة الأهم بعالم مجال تصميم الأحذية، وهي جائزة فوتوير نيوز أتشيفمنت أوردز، ورجعوا مرة ثانية وأطلقوا مجموعة جديدة كمان لاقت شعبية كبيرة. ومؤخرا تعاونت مع ايساب روكي لإطلاق مجموعة سوا، وخلال عروض أسابيع الموضة تعاون أهم المصممين مع أمينة لتكون اختيارهم الأول للأحذية مثل ألكساندر فوتييه. أحذية أمينة صارت مثل الماست هاف بيس لكل الصبايا، والكثير من المشاهير لبسوا أحذيتها، أبرزهم الملكة رانيا، كندل وكايلي جينر، وبيلا حديد، وديو ليبا، وكيم كارداشيان، والعرب كمان مثل هيفا وهبي، والكثير من الفاشينيستاز العرب فضلوها. بصمتها بالتصاميم واضحة، وبالأخص شكل الكعب يلي صار السيجنتشر إلها، وهي على شكل مارتيني جلاس أو الكعب الهرمي. أكيد بصمتها الأهم وهي اختيارها الستادز الخرزات يلي بتعتمدها كثير واللي لاقت إعجاب كبير من الصبايا، والسترابي ستايل يلي بتلف على الكاحل أو للعالة. وانشهر كثير تصميم يلي تشبه بحذاء سندريلا المعاصر، فهو مصنوع من البي في سي الشفاف ومزخرف بالكريستال، غير توجهها للألوان الفايبرنت والشي يلي كمان لاقى إعجاب كبير، وإحيائها لصيحات التسعينات وبداية الألفين يلي حاليا عم بتكون الترند.